إذن وينضم إلينا من بروكسل مباشرة مراسل القاهرة الإخبارية سلامة عطلة. مرحبا بك سلامة. سلامة، يعني كان متوقع من خلال الاضطرابات والأحداث والتضخم وكل ما تعانيه الدول بأن يكون هنالك ازدياد لعمليات الهجرة الشرعية وغير الشرعية. ماذا لديك من آخر أنباء فيما يتعلق بهذا الأمر والخطوات؟ هل هنالك تحرك حثيث وجدي فعلا تجاه هذا الملف؟ مساء الخير أمل. المهاجرون الذين وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط في الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي زادوا بنسبة 300%، وهذا رقم كبير لأن أرقام الواصلين بعشرات الآلاف. وهناك تحذيرات أيضا بأن هذه الأرقام مرشحة للزيادة حسب وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية، التي تقول بأن الصراعات في إفريقيا إضافة إلى الفقر واليأس هناك داخل القارة السمراء سيدفع بمزيد من الأعداد نحو أوروبا. أيضا المهربي البشر طوروا من أدواتهم سواء لصالح شراء مزيد من السفن والقوارب المتينة، قدرتهم على التخفي والتهرب من المراقبة الأوروبية للمياه المتوسطية. وهناك أيضا من يتهم روسيا بأنها تساعد في ذلك لكي يزيد أعداد المهاجرين في أوروبا. ما الذي فعله الأوروبيون؟ كيف تحركوا؟ الأوروبيين بشكل عام متفقين على عنصر أساسي واحد فقط من عدة عناصر لا يزالوا مختلفين عليها فيما يتصل بتوقيف أو تقليل عدد المهاجرين الذين يصلوا إلى أوروبا. المسألة الأولى المتعلقة بهذا الاتفاق هي تأمين وزيادة تعزيز القوات الأوروبية وخفر السواحل الأوروبية ووكالة الحدود على كامل حدود الدول الأوروبية، الحدود الخارجية. لذلك عمل الاتحاد الأوروبي على أن يجدد في هيكلية وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية عبر توظيف مسؤول جديد أكثر فعالية من الذي سبقه في هذه الوكالة، زيادة عناصر هذه الوكالة، الدعم المالي الكبير الذي تتلقى هذه الوكالة حتى وصلت ميزانيتها إلى أكثر من مليار يورو، وهي الوكالة الأكثر نموا من بين باقي المؤسسات والوكالات الأوروبية في هذه المرحلة. لكن الأوروبيين مختلفين على مسألتين رئيسيتين، الأولى المتعلقة بتوزيع المهاجرين داخل أوروبا. لا تزال دول الجبهة الأمامية إيطاليا، اليونان، مالطا والدول على ساحل البحر المتوسط تطالب باقي نظرائهم الأوروبيين بأن يستقبلوا أعداد من المهاجرين الذين وصلوا إلى هناك، وتريد أن يلتزموا بهذا وفق اتفاقية. لكن لا يريد الباقي الأوروبي أن يلتزم، يقترح بأن يكون هذا الاستقبال أو التوزيع طوعي دون أي حصص إلزامية. المسألة الثانية المختلفين عليها هي كيفية التعامل مع دول المنشأ والعبور، كيف يمكن توقيع اتفاقيات لإعادة المهاجرين إلى هناك باستخدام سياسة العصا والجزرة، ترغيب هذه الدول لكي تقبل استعادة مواطنيها أو ترهيبها بفرض عقوبات سواء متعلقة بالأمور الجمركية أو متعلقة بالتأشيرات. هذه المرحلة مرحلة حساسة في موضوع الهجرة داخل أوروبا، ويعود يعني ذلك لأنه هناك انتخابات قادمة وهناك يمين لا يزال يحشد الناس لكي يحصل على الأصوات عبر ملف الهجرة ويتنامى المواطنين من هذه الزيادة. سلامة، هل هنالك ما زال انتقاء أو حالة انتقائية في موضوع المهاجرين الداخلين إلى الغرب، أم أنه حتى هذه الحالة انتفت أو اختفت اليوم في أوروبا؟ ماذا تقصدين بالانتقاء؟ يعني حالة انتقائية أنه اختيار البعض من الذين يدخلون إلى أوروبا كانت منذ السنوات السابقة في حالة انتقائية لشرائح معينة وشخصيات أشخاص معينين ليدخلوا إلى أوروبا، قائمة هذه الحالة الانتقائية أم أنها انتفت اليوم مع كل هذه الظروف المستجدة في أوروبا؟ هنا الأولويات تغيرت. من كانوا يصلون إلى هنا في السنوات السابقة وتحديدا في الأزمة الكبيرة بين 2015 و 2016 كان السبب هو الصراع، ولذلك هناك قوانين ملزمة للاتحاد الأوروبي بتوفير الحماية لهؤلاء الذين فروا من الصراعات وفروا من القتل. لكن الآن الوضع مختلف، الوضع يأتي للمهاجرون يأتوا أكثر لأسباب اقتصادية وأسباب متعلقة باليأس وأسباب حتى متعلقة بتغير المناخ، لأن هناك بعض المناطق في إفريقيا وفي باقي دول العالم تأثرت بشكل كبير، تأثرت مداخلها الاقتصادية. لكن أمل، إذا في هناك نقطة مهمة في هذه المسألة، هذه الزيادة أتت بعد أن وصل اليمين إلى حكم إيطاليا في انتخابات أكتوبر الماضي، والذي وعد بأن
تقريبا يقيم طوقا بحريا لمنع وصول هؤلاء المهاجرين، لكن مع وصول اليمين الذي وصل بفضل هذه الدعاية دعاية مزيد من التشدد في التعامل مع المهاجرين وحماية الحدود، ومع ذلك زادت الأعداد في ظل هذا الحكم لليمين الشعبوي في إيطاليا. هذا يعني ربما هذا الملف يحتاج إلى الكثير، وسنبقى معك في كل مستجداته، يعني هو ملف ممتد منذ سنوات طويلة. سلام عطلة من بروكسل مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا على كل هذه المعلومات.